تابعاني. السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه، لانتم ولا الناس العزاز عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي اخوتي واخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم وضربوا لي التعاليق والبارطاج الى جعل خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي الاعزاء وخليكم معايا في هذا الفيديو حتى الفيديو سخون ومشحر. غنتكلموا واحد السكوب جايبوا لكم بعدا من قاع الخابيه او المصادر الموثوقه، عاد غندوز لكم القضيه ديال زنوبه وهاد سميتها هي كاينه يوكيكو كاينه ايفيلين، على ايفيلين ايفيلين سميتها. المهم عندها ديال يسرى مساعده ديال يسرى والعلاقه، وغتعرفوا شي حوايج اخوتي. وتحيه بزاف للمتابعين اللي ردوا لهاد القضيه. غادي نتكلم لكم على السكوب العيد اللي قالت لكم البارح العاقه بشي شريت الحولي او البقره، عطاتني البقره ما وبقرة غادي بقرة، نسيتي راسك نتي هذيك راه اختك ما تعضك ما والو، انت راك بقرة او البقرة غتعضني زهير عطيك تعضني البقرة عندك تاكلك البقرة كون كلاتك قلت لك تعضني البقرة زوين هذه طالع عضني البقرة. وفي الاخر قالت لهم حق راه خديت الحولي غادي نصدقه في سبيل الله، وردتو العكوشة داتو اخوتي العكوشة داك العيد ديال العكوشة. قالت لك مخلصة زهير، زهير قالت لها باش يكوي على الخلعة قاع يشري الحولي، الحولية شراتو هي العكوشة تحزر في العكوشة. بعد مين خوتي معروف عليه مد سوفي سوعاد ودا المدلولات، وحق هي سوعاد كانت مدلولات هي الصراحة، قالك قلب الفرمة على فمها البنت تبان امها، هادشي اللي وقع. سوعاد هي كانت مسكينة دار لنا وكانت مقهرنا، والبنت بحال هكاك شارياهم وشارية اللي بالعيد وكتكذب في الفيديوهات. صداقة صداقة وأقولي شارية بزمنك وأقولي شارية على ود الزل كولي شارية العكوشة باش ترضيها. الحولي اللي ما شتيش لامك اللي ما سولتيش خوتك في هذا العيد غالبا قالك فلوس للبن كيدي مزعطوط، فلوس العقوق فلوس العقوق، دوك فلوس اللي دخلتي عند امك ديم خسري من العكوشه وعند براسك ديال الذهب. ايوا راه واد داك السي زهير، ايوا جيبي ليه السنغالية الكوديفوارية ايفيلين حتى هي تما، عرفت هذيك ايفيلين اللي خرج اسرار ايفيلين حريته حريره ايفيلين هي اللي غنهضر عليها حريته اخوتي تاهي. قالك شري الحولي صداقة، واش اخوتي عائلة بوكريشة كيصدقوا سلعة بوكريشة كيصدقوا، وانت ما درتيش الخير حتى فمك قاعد ديري في البراني صداقة. قالت لك شاط الخير على بنات بوكريشة، قالت لك ولا تيما يصدقوا الحوالة ولعنة الله وعليك التمثيل مطلع على ومدخل اكثر من داك الحولي اللي شريتي، غدخل اكثر من نوع فيديو وعاد غادا بين العكوشة باش ترضي العكوشة وتقول لك العكوشة تقول يلا ولدي تهلا في راجل لي الحولي، فهمتي الا ما درتش شكوك غير يزيدو خليك يا العاقه يا المسخوطه. دابا غنتكلم اخوتي على بزاف ديال الناس خلاو لي تعاليق، وواحد الحاجه سيرتو واحد الحاجه كانت كطلع مجيده راه بزاف ديال الناس سمعوا هاد القضيه. قالك حنا حقا سمعوا اخوتي، قالك من ديبار قالك حقا ما حقا بوكريشه بوزبايل، مش انا اللي قلت هما اللي قالوا التقليد يبقى عليهم اخوتي، انا غنعاود لكم شنو كاين وقالوا لي حتى الناس في التعاليق. قالك اخوتي بوكريشه لهلا طيح لي في ودن الله يزيدو، قالك خوتي كانت عندو علاقه مع شي وحده مع كوت ديفواريه ولا السنغاليه ولا منين، قالك خوتي كانت حامله منه. وحق الله العظيم اللي كتبوا لي بزاف في التعاليق وواحد الحاجه التقليد يبقى عليها كتكتبها هي، وكانت قالتها فواحد المنصه معقلت عند طلعت وقالت ان بوكريشه حق البنت راه بنته كان والده مع شي وحده واش كوت ديفواريه ولا افريقيه، حيت بوكريشه ما خلاتها بوكريشة كون كانوا المشاش والكلاب يحملوك ونحملهم، هذا راه مكبوت اخوتي، ما خلا بيضا ما خلا غزيل ما خلا خلفين ما خلا بيضا ما خلا سمرا والله الا هاد الهضره كاينه دايره بزاف اخوتي. وعاد شوف بالصدفه السيده قالت شحال هادي قالت هاد الهضره يعني قبل ما نعرفوا حنا راه يسرى غتجيب مساعده اولا هادي بحال هكا، والسيده طلعت وقالت والسيده كتحلف كتقول لك الا هادشي كاين اخوتي والله اعلم. والقضيه كاين بزاف ديال الشكوك مادام زنوبة مازال ما حاطناش في الحاله المدنيه، بزاف ديال الحوايج كيفاش كيتعاملوا، المهم كاين بزاف ديال المغالطات شي حوايج كيما واضحه تما
وعاد السريعه ولا تربقه تسمح فيها السريعه في اي لقطه تسمح لهم في البنت وتزيد. عقلوا على كلامي، سريعه في اي لقطه تسمح لهم في البنت وتزيد. تروح شي قنت راه كتوجد غنغبر عليكم ما تعرفوني فين، ديك اللعيبه ديال غالبس جلابتي ما تعرفوني فين زدت. انت اللي غدير لهم السريعه غتلبس جلابتي تقول لي ما تعرفوني فين زدت وغتهز بنتها وتزيد. عقلوا على كلامي، ولا ما تهش بنتها غتخليها لهم تما. اولا مادام السيده هضرت ديك الحاجه كنتمنى الحاجه اللي كانت كتفرج فيا واكيد راه كتفرج فيا، خلي لي تعليق وتواصلي معايا الا عندك شي معلومات كثيره على هذا الموضوع. واش فعلا بوكيشا كان عنده علاقه مع شي وحده؟ حتى ما كانتش زنوبه كاع، وتكون وحده اخرى شي وحده اخرى وسامح فيها. عاوتاني بوكريشا عاكي بلاصه بو الزبيل وتشوفو تقول ادري ويش اخوتي تقول ما يحملش تدبانه. محمد سعاد السريعه السريعه وصلت لسين لا الياس وحملها بوكريشا وصلت لسين الياس كيدير الله اعلم. حروفي طبت بوكريشا اخوتي. او قال لك وحده اخرى افريقيه مع شي وحده من كوت ديفوار مع اثنين فيت محمل، هذا راه كارثه. وعاد كان كيشطح في السيرك راه مشوه سبع صنايع كان خرز كيشطح في السيرك، كان كيسرق لسعاد البيض يبيعو لشنيتيكا، كان سعاد تشري بدرهم كيبيعو المو ب 10 ريال، هو كيسرق الزيت يسرق كراس لسعاد يبيعو. والله الا كان مسيدي سعاد فعلا كان كيسرق ويبيع بوكريشا وكيمشي يشطح في السيرك كيشطح. قالو خرجت الهضره خوتي. وعاد زايده دابا بهاد العلاقات الغير شرعيه الله يعطي يتبعو البلا او تدخل شنيتيكا كتجيب انا ام فاشله ام فاشله واش نيتيكا قلبي على الضحايا ديال قلبي على الضحايا ديال بوكريشا دابا تلقاي محمل شي حماره تما في نواحي فاس الله يستر وصافي. والله قاسم سعاد باقا تقول لك هو حيت هو خرجوا عليه فيديوهات بوكريشا والله خوتي تم كبوت خرجوا عليه فيديوهات. واحد مره واحد الفيديو وصلني ديال اخوتي وحق الله العظيم اخوتي الى واحد الفيديو انا ما قدرتش حطيته الى بوكريشا حال فم حال ومتبع. شي وحده بعثت كتوري اخوتي تما وبكري شي حال فمو خرج داك اب خرجت داك اب الفيديو خرجت تصرف داك الفيديو وشافته السريعه وكل شيء. وبنتو كانت كتقلب التليفون راه خرجت وقالت قالت لك نلقى بكري شا كيتواصل مع العيالات بزاف انه هو مكبوت اخوتي في شي جن في جن مكبوت بكري شا ورثة من امو ورثة من شنيتيكا حيت شنيتيكا هي كانت سخونه كتغلي شنيتيكا راه اناكوندا فرت هاد المسخ وهاد العهرة خوتي فيهم راه بحال والو تكون تشوف ديك زنوبة والله إلا شم وراها شي لغز الله أعلم الله أعلم عاد تقول قلتي ما قلتش الله أعلم في القضية فإن هاد السيدة خوتي لا ولادها بحال الناس لا نفاسة بحال الناس ما شفنا دار التحاليل ما شفنا داروا اللي أنا عارف الناس ملي كيولدوا كيطلعوا الطوندونس ما كاينش شي مؤثرة ولدات وكذلك تكون قناة عندها صغيرة وكيبغيو يولدوا باش كيطلعوا المشاهير ويطلعوا الطوندونس ضروري ما كيديروا هاد الفلوق الولادة جميع القنوات وكاع اللي مؤثر واللي مزمر حتى هو كيدير فلوق الولادة حتى البوكريشا الجيعه اللي كيحماق على الادسنس وكيحماق على الدرهم هو ما كراش الدبانه تكون دايزي مص من الدرهم ويطلق بوكريشا غادي في الفلوق ديال الولاده ابدا ما يمكنش. وبوكريشا عنده فلوس يعني كان كيدخل الزباله ديال الفلوس ديال الكلينيك ومني كان قالك عاوتاني كيدخلوها كتمشي تشوف زنوبه ما عمر ما داروا شي فيديو من المستشفى ابدا عاكيديها حدا الباب ويرجعها هايا. ونهار خرجوا لنا اول مره خرجوا بمونيكا عقلتو راه باقي عندي التصويره باش كنخرجوا بواحد مونيكا بحال هكا دابا نقدر نديرها في المينياتير لقيتها كان خارج بها بوكريشا يعني حق البنت كما كملات 7 شهور حقها هادي حق هاديك كاين شي حوايج ماشي هما دوك كاين شي حوايج ما راكبنش ولكن الله يقرب لها من عندي انا بصوت مرات الماسك الله يقرب لها من عندي انا بنادم الله يستر ما بقاش كيقنع جايبين هذيك البنت مسكينه كتاجر وبهذيك سمعت اخوتي بعض القنوات كيقولوا كذلك ان المساعده كتشقل شنيتيكا وكتشقل السريعه وتشقل العاقه واغلبيه ديال شنيتيكا والعاقه كتشقل مسكينه كدير الميناج من دار لدار الا الاتجار في البشر العاقه الا انت مهرس واش من شقه كدير تيك مسكينه تيك الله يسمح لي هذيك السيده كدير بحال هكا كطوي في الحوايج كدير بحال هكا وكتسكت كتعاود دير بحال هكا طيه يعني عجيبه العاقه باش تصور بها صافي السيده مسكينه بينما ما كتعرفش دير الشغل ديال الدار ديك المساعده تحيه ليها تحيه لها انا ما نهضر عليها بالخيم لا والو غير ما كتعرفش دير الشغل واقيلا خاصها تتعلم شويه. المهم اخوتي هذا هو الفيديو الى فيديو قادم ان شاء الله تحياتي لكم المهمات ديالي الله يخليكم ليا تاج فوق الراس ما تنساوش خلي التعاليق ضربوا لي اللايكات والبارطاج تحياتي لكم.